نتوجه بداية بالشكر والحمد لله تعالى على هذا حتى وصلنا لهذا اليوم، قدرنا وصلنا لهذا اليوم، للأهل اللي واكبونا وتابعونا وتابعوا علينا نحن وصغار، للدكاترة، لكل الموظفين بالجامعة. نرجع بعدين نحكي عن مشاعرنا بهذا اليوم اللي هي كلياتها مليئة بالفخر بالاعتزاز بعد تعب 5 سنين، وقدرنا وصلنا لهون بهيك ظروف بهيك بلد، قدرنا حققنا هذه النجاحات، فألف الحمد لله رب العالمين.